يا جماعة الليل هنعمل مكرونة بالبشاميل على حسب طلبكم. يلا نشوف المقادير. مقادير الصوص عندنا طماطم، بصل، ثوم، فلفل، صلصة، ولحمة مفرومة ممكن تبدلوها بقطع دجاج صغيرة. مقادير البشاميل عندنا 3 معالق كبار دقيق أبيض، وكاسة حليب، والمكرونة عندنا جاهزة وزيت. ونبدأ بالبشاميل. طبعا هنكب على الزيت ملح، وكبينا الدقيق وهنضرب سريع على الزيت، وهسه نضربها كويس زي ما شايفين. وهسه هنكب الحليب، وعلى حسب يا جماعة لو شفت القوام تخين هكب له كاسة حليب. شايفين يا ناس ده تخين شديد، وهسه هزيد له كاسة حليب. وطيب يا جماعة زي ما شايفين زدت لها حليب، أو زي ما شايفين بقى قوامه ممتاز. هنبتدي نعمل الدمعة. هنكب البصل، ويلا نكب الفلفلية، زي ما شايفين البصلة صفرت، وحنكب اللحمة المفرومة. نضيف البهارات معانا كزبرة مطحونة، بابريكا، طبعا خلطنا الطماطم وحنكبه هسه، ونكب الثوم، وهسه هنكب الصلصة، وهنقلب لغاية ما تنضج اللحمة، وهنطفي النار عليها. وآخر شيء هنكب الملح والرشة السحرية، نص ملعقة سكر. كده زي ما شايفين الدمعة سبكت. ونجي للمرحلة الثالثة، هنكب طبقة من البشاميل الأرضية، تكون طبقة بسيطة. بعد ده هنكب المكرونة، ونحاول نوزعها بشكل متساوي. طبعا هنحتاج نحرك المكرونة عشان تحط لنا القاعدة. طبعا يا جماعة طبقة ثانية مكرونة. الوقت ده يا ريت الفرن يكون فاتح، ونغطيها تماما بالمكرونة. واخر مرحلة هنكب البشاميل، والبشاميل هيكون شويه زياده عشان المكرونه ما تحرق. وطبعا يا جماعه اخر مرحله هنكب البيضه مع الحليب للوش. وهسه جاهزه علشان ندخل الفرن، وعملت فيها رشه كزبره. طبعا يا جماعه هنخليها في الفرن لمده ربع ساعه على درجه 200. وكده نكون خلصنا.